معنا من دير البلح مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. أهلا وسهلا بك أحمد. يبدو أن الاستهدافات الإسرائيلية متواصلة، وقد تم تسجيل استهدافات تتعلق بقصف مدفعي على منطقة يبنى وفي رفح طبعا، وأيضا في وسط القطاع. بالتأكيد بعد ساعتين تقريبا من الهدوء الحذر تجدد القصف المدفعي لمناطق وسط القطاع من قبل المدفعية الإسرائيلية. بالتزامن مع ذلك كانت القذائف المدفعية تستهدف مخيم يبنى للاجئين الموجود وسط مدينة رفح خلال الدقائق الماضية. وهذه الاستهدافات أيضا تأتي بعد سلسلة من الغارات المتواصلة القاتلة التي استهدفت منازل واستهدفت شقق سكنية. نتحدث عن إصابات من قبل يعني غارة إسرائيلية كانت قد استهدفت شقة سكنية في مخيم انتصارات، أو على الأقل في المنطقة الشمالية لمخيم انتصارات قبل 3 ساعات. وكانت أيضا الاستهدافات قد طاولت منزلا في مدينة رفح مطلع هذه الليلة في منطقة خربة العدس شمال رفح. أدت هذه الغارة لاستشهاد 6 من ذات العائلة، وقبل ذلك نتحدث عن 13 شهيدا في المحافظة الوسطى خلال 24 ساعة الأخيرة. كان قد استشهد 6 في مركز يؤوي نازحين عصر أمس، و6 شهداء آخرين كانوا قد استهدفوا في محيط جسر وادي غزة وسط القطاع، فيما استشهد مواطن آخر في استهداف منزل الليلة التي مضت. لذلك نتحدث عن غارات كانت قاتلة وأيضا استهدفت كافة مناطق قطاع غزة. في شمال القطاع كانت هناك مجزرتين على الأقل، مجزرة في منزل، مجزرة أخرى 10 شهداء في استهداف مدرسة تؤوي نازحين كانوا قد هربوا من هول القصف من مناطق بيت لاهيا وجباليا. استهدفت هذه المدرسة وهرب الناس مرة أخرى إلى المجهول، نزحوا إلى مكان آخر لا يعلمون إذا سيتم استهدافهم بغارات تلاحقهم كما تلاحق مئات آلاف النازحين في كافة مناطق قطاع غزة. لذلك نتحدث عن أوضاع ميدانية تتصاعد في ظل تفاقم إنساني صعب للغاية، وأمام إغلاق المعابر على وقع العملية العسكرية في مدينة رفح، وانعدام دخول المساعدات بشكل كبير خاصة في مدينة غزة وشمال القطاع. الأمور عادت إلى نصابها كما هو في الأسابيع الماضية، شح في المواد الغذائية، شح في المواد الأساسية للسلع، ارتفاع مهول للأسعار التي تباع بها ما تبقت من بضائع. لذلك نتحدث عن أوضاع صعبة أمام انهيار للمنظومة الصحية في ظل إخراج مستشفيات تلو المستشفيات من قبل الاحتلال الإسرائيلي عبر استهدافها بشكل مباشر، مثل مستشفى كمال عدوان، الشفاء، مجمع ناصر الطبي، وأيضا بالحصار المطبق على قطاع غزة من خلال منع إدخال الوقود أو حتى منع إدخال المستهلكات الطبية أو وضعها في نطاق الإخلاءات ضمن العمليات العسكرية، مثل مستشفى أبو يوسف النجار، المستشفى الوحيد الذي كان موجودا حكوميا في مدينة رفح أو شرق المدينة، وأخرج عن الخدمة مطلع هذه العملية التي زادت عن 2 أسبوع حتى هذه اللحظة. ومن المتوقع أن يخرج مستشفى الكويت التخصصي عن الخدمة إذا ما وصلته الآليات الإسرائيلية خلال الأيام القادمة، إذا ما وسعت العملية وتعمق الاجتياح الإسرائيلي داخل مدينة رفح. في المقابل نتحدث عن عمليات نوعية للمقاومة الفلسطينية سواء من شمال القطاع حتى جنوبه في رفح، وفي شمال القطاع العملية التي أعلن عنها الناطق العسكري باسم القسام أبو عبيدة قبل ساعات من الآن، وفيها أسر عدد من جنود الاحتلال، أو لم يذكر الناطق العسكري عددا معينا لكنه قال أن القوة وقعت ما بين قتيل وأسير وجريح، ولم يذكر تفاصيل أخرى. لربما هذه التفاصيل هي بكل تأكيد كما عودتنا المقاومة تستخدمها كأسلحة في التفاوض للحصول على أثمان في مقابلها قبل عقد أي صفقة تبادل جديدة. أوضاع ميدانية ومتغيرات جديدة تطفو على السطح أيضا استباقا لجولة من التفاوض الجديدة في العاصمة القطرية الدوحة خلال هذا الأسبوع. شكرا جزيلا لك أحمد البطة مراسل التلفزيون العربي، حدثتنا
من دير البلح.